السائلة ها عين عين من جمهورية مصر العربية محافظة الفيوم تقول إلى فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، أرجو التكرم بالإجابة على أسئلتي. تقول: من عزم على صيام يوم وإفطار يوم هل يصوم يوم الجمعة منفردا وكذلك السبت، أم يكون ذلك مكروه في حقه؟ وكيف يمكن الجمع بين النهي عن صوم الجمعة منفردا وصيام يوم وإفطار يوم؟ وهل لا يصام السبت مطلقا إلا في الفرض؟ إذا كان من عادته أنه يصوم يوم ويفطر، يعني يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا صيام داود عليه السلام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، فيصوم ولو صادف يوم الجمعة. إذا صادف يوم الجمعة اليوم الذي يصومه أو يوم السبت صادف اليوم الذي يصومه فإنه لا بأس. إنما قال العلماء: يكره إفراد الجمعة وإفراد السبت إذا كان ليس من عادته أنه يصوم الأيام أو يوم ويفطر يوم. أما إذا كان، إذا جاءت الجمعة في صيام كان يصومه أو جاء السبت في صيام كان يصومه فرضا أو نافلة فإنه يصوم ولا يكره ذلك. نعم.